في امثله كتير الحقيقه ممكن يديها على ازاي ان في بعض المشاكل اللي بتاعت التصميم ممكن ان هي تودينا ان يبقى في ان انتشنال يوز، يعني او ان انتشنال يوز ايرورز. مثال على كده المس ماتش بتوين ديفايس كابابيلتي اند يوزر انبوت. يعني دلوقتي انا الجهاز بتاعي ده ما يقدرش ان هو يعمل حاجه معينه، ما ينفعش ان انا اسمح لليوزر ان هو يحط حاجه ما هياش كومباتيبل معاه. اوكي، يعني لازم اليوزر انترفيس او لازم اليوزر انبوت ده يبقى يعني بالظبط زي ما الديفايس تقدر تعمل. ما ينفعش ان انا اسمح لليوزر ان هو يتخيل مثلا ان انا اقدر ادي دوز عاليه قوي وهو الجهاز نفسه ما يقدرش، او ان انا مثلا اقدر اجيب اكيورسي عاليه قوي في حاجه معينه والجهاز نفسه ما يقدرش. او ممكن يبقى في عندنا insufficient feedback for user actions or device status. يعني انا دلوقتي في مشكلة عندي بتحصل من اليوزر بيستعمل الجهاز بطريقة خاطئة بطريقة مش مظبوطة، والجهاز ما بيديلوش warning او ما بيديلوش error، او ما لو حصل failure في الجهاز ما بيبقاش في device status ان هي device دلوقتي بتعمل ايه بالظبط، ما هياش واضحة بالنسبة لليوزر. ممكن برضو يكون في عندنا insufficient physical resilience to user actions. يعني مثلا ممكن اتخيل مثلا ان انا عندي فرضا يعني جهاز مثلا ديفيبريليتور، واليوزر اللي بيستعمله طبعا بيبقى طبعا في وضع حرج جدا، ان في شخص عنده cardiac arrest فبيستعمل الجهاز ده ممكن بعنف شويه. فانا اتخيل مثلا كده في جهاز بتاع ديفيبريليتور واحد بيشد الالكترودز بتاع الديفيبريليتور عشان يحطها على العيان، الديفيبريليتور الالكترودز دي اتكسرت في ايديه او السلك بتاع الديفيبريتور ده اتقطع. ده بيبقى بنتكلم على insufficient physical resilience، يعني هي الجهاز نفسه مش مؤهل physically ان هو يتعامل مع اليوزر في الوضع اللي هو فعلا بيحتاج ان هو يتعامل معاه فيه. فدي طبعا حاجة مهمة جدا. ممكن اتخيل برضو ان انا عندي زرار في المكنة ممكن مثلا اضغط عليه يخش لجوه ما يطلعش مثلا، حاجات بالشكل ده يعني. برضو ممكن اتكلم على cumbersome interactions that slow down users ability to use a device. يعني لو فرضا انا مثلا لازم اعمل مثلا اربع خطوات، والاربع خطوات كل خطوة فيهم بتاخد وقت عشان اعمل الحاجة دي، ولازم في كل واحدة منهم لازم اعمل كذا حاجة. يعني لما يكون عندي تري كده كبير قوي وعشان اعمل حاجة بسيطة لازم امشي في التري دي بشكل معين، ولو ما مشيتش بشكل معين ده لازم ارجع تاني من الاول عشان ابتدي. الكلام ده كله طبعا معناه ان انا في عندي cumbersome interactions، يعني عندي طريقة تواصل معقدة بين الجهاز وبين اليوزر، ودي الحقيقة طبعا على الاقل يعني اذا ما جابتش use error هي بتسلو داون اليوزر، يعني بتبطئ اليوزر ما بتخلوش ان هو يلحق ان هو يعمل حاجة في وقت قصير. unnecessary confusion، ان انا ممكن اطلع له مثلا messages وتبقى كلها شبه بعض يبقاش عارف المسج دي طالعه عشان ايه بالظبط. ممكن ان انا برضو lack of alarms or critical indicators، برضو دي حاجه خطيره جدا ان انا ما يبقاش عندي لو حصل failure في حاجه معينه او حصل error في حاجه معينه يبقى في عندي ما يبقاش في عندي alarm او critical indicator يوضح لي لليوزر ان في مشكله. لو فرضنا مثلا في عندي مثلا حاجه اعلى من الحد بتاعها، يعني حاطط limit لحاجات معينه هي اعلى من الليمت، لو فرضا انا طلعت المعلومه دي لليوزر في شكل عادي تكست عادي كده على الشاشه ممكن اصلا ما ياخدش باله منها، انما لازم اطلعها بشكل يبقى واضح وشكل يبقى فيه مثلا الكالرز نفسها زي ما هنتكلم يعني بعد كده لها اهميه كبيره قوي ان احنا نخلي اليوزر يبقى منتبه للحاجه اللي انا بطلعها له دي. فلو ما كانتش معموله بالشكل السليم طبعا ممكن تليد ليوز ايرور. بعض الاجهزه برضو ممكن يبقى نقص الريبليسمنت بارتس للكريتيكال ديفايسز ممكن يعمل مشكله. يعني في بعض الحاجات مثلا جوه في اوضه العمليات، حاجات اجهزه بستعملها في اوضه العمليات ممكن ان انا احتاج ان انا يبقى في عندي ريبليسمنت بارتس عشان لو حصل في يعني فيلير في حاجه معينه الحق ريبليس الحاجه دي. يعني ممكن يبقى في باتريز مثلا لازم يبقى في ريبليسمنت باتريز تبقى موجوده لبعض الحاجات اللي بتبقى محتاجه باتريز جوه اوضه العمليات. لو فرضا انا مثلا يعني لو فرضا الريبليسمنت بارتس ما هياش موجوده واليوزر في وسط الشغل بتاعه وبالتاكيد كده هيحصل يوز ايرور، يعني بالتاكيد كده هو مش هيقدر يكمل الاستعمال بتاعه للمكنه، او يعني هيحصل على الاقل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها ان ممكن يحصل هارم للايه للبيشنت، او على الاقل ممكن ان هو يعني كون ان هو التريتمنت بتاعه مثلا بقى ديليت شويه او الدياجنوست بتاعه ديليت شويه ده برضه يعتبر الى حد ما هارم.